ازياء الاطفال. مش عايزه اقول لكم على الجمال اللي هتشوفوه كمان شويه، قطاقيط كده وكلهم لابسين حاجات تجنن تجنن تجنن. احنا معانا النهارده مصممه الازياء الاستاذه رضوى الهواري، اهلا بيكي. اهلا بيكي يا حبيبتي، انت منوراني. ربنا يخليكي. انت مش من القاهره؟ لا، انت من المنوفيه صح؟ من المنوفيه. قولي لي بقى، وانت في سن صغير جدا، ايه اللي خلاكي تفكري ان انت تكوني مصممه ازياء للاطفال؟ فساتين الاطفال فيها حاجات مميزه، عارفه انت السكرتس المنفوشه وبتتنطط، بحب الشبهات الاكبر من الراس، الكمبي اللي مش عارفه عامل ازاي. فساتين الاطفال نقدر ننفذ فيها حاجات ممكن ما نعرفش نحققها في الكبار، ممكن عشان برضو مامي البنوتين مطلعين عيني يعني، فبحب اشوف اللبس دايما عليهم والفساتين بتاعتهم وكده. انت بتعملي بقى المناسبات اكتر ولا اللبس العادي يعني حاجات لا، اكتر؟ سواري. سواري سواري، لان كمان مجال يعتبر ما فيهوش منافسه كبيره، احنا ممكن نكون كام براند بس في مصر كلها فعلا. بس من اول يعني ما بدات شغل قررت ان هو اهتم بتشيلدرن فاشن اندستري، عارفه ان احنا نعمل الموضه هنا مش تجيلنا من بره، يعني باخدش لاين من بره وامشي عليه، لا بحاول اعمل حاجه اللي انا بحبها، فاهمه؟ او اللي انا حاساها. ايوه حلو قوي. طيب خلينا نبتدي بيهم على طول علشان نشوف بقى انواع القماش والكلام ده كله. يلا بينا باول حد. زينه. زينه البايت طالع موضه قوي. خليكي واقفه، انا رايحه فين؟ ارجعي 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 زينه، ارجعي. هو في هنا بقى، خليكي واقفه يا زينه. البايت نازل موضه قوي، بالذات بقى البيض اللي هي عليها الوان كتير زي الرينبو او كده، بنحس انها اطفالي اكتر، فانا بحب قوي اعمل منها اطفال، في منها الوان كتير، وحسيت ان الموديل ده هادي، والتربيعه بتاعت الصدر دي موضه قوي ورفعت الكتف جدا. عسل قوي. لفي كده بس بشويش، لفي بشويش. الله جميل، تحفه، حلو قوي. ده نوع قماش مصري ولا مستورد؟ لا ده مستورد. تمام، لمعته وتجنن. بس الحاجات دي ما بتاثرش على الاطفال خالص، تعمل لهم حساسيه؟ لا 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 خالص، احنا بنحاول على قد ما نكون جوه، نادرا ما تكون في حاجه بتخربش. تمام، بتبطنيها اكيد. اكيد. اي تمام، شكرا، ميرسي، شكرا. يلا ارجعي لهم واللي بعده. اهلا اهلا، ازيك؟ لنا بروفيشنال موديل. ما شاء الله، جميل قوي برضو الفستان عليكي يا لنا، حلو قوي. لنا عشان داون سيندروم حسيت ان الابيض هيبقى زي، هي ملاك فالابيض حلو قوي عليها. شابوه للمامي اللي بتعلم بصراحه، وجميله لنا. الجوز بتاعها كله بس عباره عن طول، وفي بس ريش من الكتفين، سو سامبل يعني من فوق. جميل قوي، وشعرها جميل قوي. في من الظهر بس ماتريال كافيار من بيلمع كده. لفي يا لنا. لفي كده لفه. ايوه لفي تاني، لفي تاني بس بشويش. ايوه بصوا بقى من ورا، تحفه. بس مش ما بقتش احب ان انا اخلي حاجه من قدام خالص فيها اي ستراسز او كده. لفي تاني يا لنا. ايوه جميل قوي قوي قوي، ربنا يخليكي. وحزام انت عامله لونه برضو ايه اللون؟ سيلفر. سيلفر جميل قوي. والريش اللي هو الكتير ده من الحاجات الجديده قوي ولطيفه، وبعدين البنات بتحب كده، بتحب الحاجات الطويله قوي والمنفوشه. ايوه اللي بتبقى عامله زي سندريلا كده. حلو قوي، شكرا شكرا. يلا بينا، يلا امسكي ايدها يا ريم. يلا يلا امسكي ايديها. هي ماسكه صباع روز وداخله بيه. طب وريني اللون ده، ممكن اشوفه؟ ممكن اشوفه؟ ممكن اشوفه؟ طب وروني. ايوه روز ده، عايز اشوفه. ممكن؟ تعالي تعالي وروني، عايز اشوفه. الدريسز دي الاثنين. ايوه الروز ده عايز اشوفه، تعالي تعالي احط لك منه. تعالي تعالي احط لك منه. شوف فتحاته شقية جدا. عسل، تحفة. مش هاخده منك، انا هحط لك منه. عسل بجد. احكي لنا بقى الفستان اللي على، اسمها ريم. ريم الفستان اللون البيربل، كل البنات لما تساليهم ايه اكتر لون بتحبيه تقول لك بيربل.
فانا قررت بقى ان انا اعمل ايه، حاجه بربل مدرجه كده، الوان يعني اكتر من لاير ورا بعض بدرجات البربل. وعشان بقى احنا داخلين على الربيع بقى وكده، فحطينا ورد في الجنب ريم الورد. لفي كده بس سيمبل خالص، بس فيه ورود من الجنب ومن الرقبه وخلاص كده. حلو قوي. الروج جميل قوي. وانت كمان لفي لفه، ايه رايك تلفي؟ تلفي لفه عشان نشوفك. عسل جدا. انت بس مش سامعانا، بس عماله تقول كلام فظيع. هي كده عجبها بس خلاص كده. طيب خليكي، مش مشكله، خليكي في مكانك، منوره هنا. نشوف اللي بعده، يلا بينا. الجزء بتاع رؤية الجزء بتاع رؤية بيض برضو بس على قطيفة، زي من تحت بلاك ومن فوق سيلفر. جميل قوي. من تحت بلاك سوري، ومن فوق اللي هو النحاسي ده او الجولد. لفي لفة كده. النفشة القصيرة دي برضو من الحاجات اللي البنات بيحبوها قوي قوي الفترة دي، كلهم عايزينه كده. ايوه عايزين روز. تعالي تعالي احط لك روز. تعالي احط لك روز. احط لك روز. هي جات لي بس انتوا مش واخدين بالكم.